تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح أيضا السعادة، واتمنى إن شاء الله يومكم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعينا الأفاضل، دائما الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. رحب فريق العمل، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفريق وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا أرحب الأخت آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور والسرور. يا مرحبا وسهلا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما مستمعينا الأفاضل ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دائما نذكركم بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما مستمعينا كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين، والمحافظة على لبس الكمامة، وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا لا تنسون غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. عندنا فقرة الأخبار، أخبار الصحة والعلمية التي تهم أفراد المجتمع، وأيضا أبرز المواضيع والأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هاي الحلقة بنستعرض أيضا مستمعينا الأفاضل أحدث خدمات طب الأسنان اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمتعاملين، وأيضا بنتعرف كذلك على الأغذية التي تحمينا من البرد وإذا كانت هناك مشكلات صحية. وأيضا بنتوقف اليوم في فقرتنا الأخيرة مع الطرق المثلى لحماية أطفالنا إذا كانوا مصابين بداء السكري، وكيف التعامل السليم مع الطفل المصاب بداء السكري. وبناخذ أول خبر مستمعينا الأفاضل مع الأخت آمنة العلي تحت عنوان الابتسامة لتخفيف آلام الحقن. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما تعرف أن خبرنا اليوم صراحة جميل وحلو أن نفتتح فيه حلقة اليوم. صحيح. يقول الخبر أن الابتسامة أو يعني التكشير أثناء حقن الإبر يمكن أن يجعل تجربتك هاي تجربة حقن الإبرة تجربة ممتعة ومسلية وأقل ألما. وطالما أن هناك كان هناك جدل بأن الابتسامة ممكن أن تحسن من مشاعر الإنسان أو إحساسه بالألم، ولكن وضع باحثون من جامعة كاليفورنيا اختبار من خلال استكشاف كيف أثرت أنواع مختلفة من الابتسامة على تجربة الحصول على التطعيم، ووجدوا أن التكشير أو الابتسامة الحقيقية، أي الابتسامة اللي تصل للعين، يمكن أن تقلل من ألم الإبرة بحوالي 39 إلى 40%. وكتب الباحثون عن النتائج حول فائدة التكشير إن على حد علمنا أن هذا هو أول اختبار تجريبي يظهر أن هذه الاستجابة الطبيعية للألم تساعد في تحسين تجربة الألم الذاتية. فيقول لك الحين أخوي عبد الله، إذا يعني بيحقنونك بإبرة ولا شيء، المفروض أنك تبتسم، فهذا صحيح. يمكن أنه يقلل من ألم هذه الإبرة. خلاص عيل، إن شاء الله يعني إذا احتجنا مستقبلا يعني بنبدأ إن شاء الله بالابتسامة لتخفيف آلام الحقن. يلا خلنا اختي آمنة قبل لا ناخذ فقرة السوشيال ميديا، نذكر مستمعينا الأفاضل بأن هيئة الصحة بدبي توفر الفحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بدبي في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة، وبإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-4-2 لمزيد من المعلومات.
ناخذ مستمعينا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية أختي أسماء. شو بتخبرينا اليوم في مستجدات السوشيال ميديا؟ من ضمن الأشياء اللي كانت نتكلم عن الأمور اللي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي أو عطلة نهاية الأسبوع. نحن مستمرين في توفير، يعني كان يصادف أحد أول أسبوع من ديسمبر اليوم العالمي لأصحاب الهمم، فنحن في هذا الشهر مركزين على كل ما يتعلق بأصحاب الهمم من ضمن الخدمات، النصائح الصحية، الأشخاص اللي موجودين عندنا عدد يعني كبير من أصحاب الهمم عاملين في هيئة الصحة تحت وسم نعم أستطيع، فيها نبرز هاي الأمور كلها. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي 5 نصائح مهمة يجب تذكرها عند زيارة المطاعم أو المقاهي، فهاي من ضمن النصائح 5 نقاط المفروض الواحد دائما يتذكرها، وهي المفروض ذكرت كل مكان، مثل التباعد الاجتماعي، غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، أحيانا من انتهاء من الأكل يلبسون الكمامة، واحد ما يشارك الآخرين اللي يتعازمون على نفس الصحن، والاستخدام البطاقة الذكية أو الخدمات الدفع الذكية. أيضا كان هناك نصائح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكيف يمكن تعزيز صحتهم النفسية. أيضا من ضمن الأمور المهمة أن نحن دائما نأكد على غسل يدين، وخصوصا مع الأطفال، يعني ممكن إذا واحد يقول يعني نحن الكبار خلاص عرفنا غسل يدين، بس إذا نحن ساعات نستصعبها معنا موضوع وايد بسيط، فما بالك بالأطفال، فدائما نحن نحرص نكون قدوة لأطفالنا أن نحن نغسل أيدينا بالطريقة الصحيحة اللي هي 20 ثانية، وتمرير الصابون الماء على كل الأجزاء الخاصة باليد. أيضا هناك خدمات جديدة موجودة في تطبيق هيئة الصحة، تم وضع فيديو يشرح شو الأشياء الجديدة، مثل أنك كيف واحد ممكن يجدد بطاقته، كيف ممكن يسوي الأشياء الثانية، والخدمات الانهانسمنت الموجود في ملف المريض، هاي الأمور كلها موجودة في بفيديوهات موجودة في حسابات قنوات التواصل الاجتماعي. والحمد لله نحن نقول لهم هذا أسبوع جديد، صفحة جديدة، وما باقي شيء على آخر السنة، ونتمنى أن الجميع يبدون من الحين يحددون شو هي أهدافهم أولوياتهم لعام 2021، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل وفقرتنا عن خدمات الطب الأسنان بهيئة الصحة بدبي، بنستعرض معاكم مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي صحة دبي في أرقام بالتزامن مع حملة تستهدف أصحاب الهمم في يومهم العالمي. طبعا هيئة صحة بدبي دائما توفر كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والتمريضية والاجتماعية لأصحاب الهمم. 15 إلى 16 ألف زيارة منزلية سنويا، و 223 طفلا مستفيدا من خدمات التدخل المبكر ممن يعانون من التأخر في النمو، وأيضا 13 مبادرة في الخدمات الاجتماعية، و 769 خدمة للتأهيل المنزلي الشامل، وأخيرا 72 حملة تستهدف أصحاب الهمم في يومهم العالمي. بناخذ اختي فاطمه اختي عفوا امنه فاصل، وبعد الفاصل بنتكلم عن خدمات طب الاسنان في هيئه الصحه بدبي. خلكم معنا دائما صحه وسعاده، فاصل وراجعين. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الارقام 600551414، وعلى الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. وناخذ فقرتنا فقرات خدمات هيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان اليوم خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي مع أختي آمنة العلي.
طبعا أخوي عبد الله، من الخدمات الطبية المميزة اللي توفرها هيئة الصحة بتبي في منشآتها الطبية وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، تأتي خدمات طب الأسنان اللي تعتمد الهيئة في تقديمها للمتعاملين معها على أحدث التقنيات وأفضل المعايير المعمول بها عالميا، وهي توفرها طبعا لجميع المراحل السنية وتختص فيها بخدمات مناسبة للأطفال اللي دايما ما يخشون الذهاب لمراجعة طبيب الأسنان بشكل عام. وللتعرف على خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بتبين، يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة فاطمة درويش العمادي، أخصائي أول طب أسنان في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم نور وسرور. حالكم؟ أهلا دكتورة، صباحة سعادة وإيجابية. الله يحفظكم، مشكورين على الاستضافة، وشرفني أن من خلالكم نعرف الجمهور بخدمات طب الأسنان. طبعا دكتورة، نحن اليوم نبي نعرف منك على مستوى التجهيزات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي في موضوع طب الأسنان وخاصة طب أسنان الأطفال. طبعا صحيح، ولله الحمد، طبعا الحمد لله نحن في الإمارات الدولة دوم حريصة وسباقة في توفير خدمات طبية، ومنها خدمات طب الأسنان وبمعايير عالمية. والخدمات اللي نوفرها طبعا جميع الفئات المجتمع، سواء كبار السن والأطفال والبالغين، على مدار الأسبوع طبعا من يعني كل يوم 7:30 الصبح من 9:30 المساء. نعم. من ناحية التجهيزات، تميز عيادة الأسنان التابعة لهيئة الصحة دبي أحدث التقنيات الحديثة من كراسي الأسنان ووحدة الأشعة، وطبعا نستخدم انترا اورال كاميرا اللي هي كاميرات الفموية اللي تساعد المريض او تطلع المريض على اي اصابة تسوس اللي عنده. وايضا عندنا الانترا اورال سكانر اللي هي عبارة عن جهاز او الماسحة فموية بطريقة ديجيتال، يعني مثلا لو نحن نبغى ناخذ الاقياس حق الترتيبات بالطريقة اليدوية والتقليدية اللي هو المعجون، بس طريقة الديجيتال هي الأكثر راحة للمراجع وأكثر دقة وتوفر الوقت. وأيضا في المركز عندنا 3D printer اللي هي طبعا طابعات ثلاثية الأبعاد اللي نستخدمها في مختبر الأسنان، وحتى طابعات طبعا توفر طبعا دقيقة أكثر وتوفر الوقت. وأيضا من هال 3D printer أو طابعات ثلاثية الأبعاد استفدنا منها في فترة كوفيد لإنتاج واقي الوجه. وأيضا في المركز عندنا جهاز الليزر اللي نحن نستخدمه في قسم تخصصات اللثة اللي نحضر الضرس ما قبل التركيبات. نعم، هذا من ناحية التجهيزات اللي عندنا في إدارة خدمات الأسنان. نعم دكتورة، نبغى نعرف منك اليوم أكثر على نوعية الخدمات اللي تقدمونها للمتعاملين في المراكز الصحية المختلفة لهيئة الصحة في دبي. صحيح، أوكي. حاليا نحن عندنا 8 مراكز اللي نوفر فيهم، في 6 مراكز نوفر فيهم الخدمات التخصصية وممارس عام، يعني عندنا خدمات ممارس عام للأسنان في 6 مراكز، وعندنا خدمة صحة الفم والأسنان اللي هي طبعا تنظيف الأسنان وتبييض الأسنان في عيادات صحة الفم والأسنان، وعندنا 6 تخصصات في عيادات التخصصية اللي هم طبعا هالست تخصصات في عيادات التخصصية. عندنا 4 مراكز تخصصية اللي هم البرشة، الند الحمر، والمزهر، والبدع. فهالأربع مراكز عندنا كل التخصصات اللي هم مثل تركيبات الأسنان، تقويم الأسنان، علاج نبل الأسنان، علاج اللثة، جراحة الوجه والفكين، هذا نحصلهم في هالأربع مراكز. وعندنا مركزين، هالمركزين مخصصين للطب أسنان الأطفال اللي هم مركز الممزر ومركز الصفا اللي فيها كل الخدمات اللي متعلقة بطب أسنان أطفال. نعم. أما بالنسبة لخدمات ممارس عام الأسنان في 8 مراكز. نعم دكتورة، طبعا الحين مع فترة كوفيد-19 وجميع الإجراءات الاحترازية اللي تحصل الحين، ممكن تقولي لنا طب الأسنان في الهيئة الحين هل يمارس عمله بشكل طبيعي، أو هل هناك طبعا تقدمون مثلا الأولوية للمرضى اللي عندهم مشاكل معينة؟
أوكي في البداية طبعاً أكيد طبعاً إدارة خدمات الأسنان دوم تأخذ بالاعتبار جميع الاحتياطات الاحترازية للحد من كورونا، وبداية كانت تستقبل الحالات الطارئة فقط، يعني only just emergency cases، وعندنا خدمة تليفون إنكاونتر يعني استشارة عن طريق التليفون، من الطبيب يتعامل يعني مع المريض عن طريق التليفون ويقيم الحالة، وبعدين عشان ما يعرضه للخطر فيشيك يعني إذا هو فعلا يحتاج إنه للعيادة أو لا. أما هاي في البداية بس طبعاً مع مرحلة تعايش هالتليفون إنكاونتر أو التليكونسلتيشن هالخدمة موجودة، بس حالياً نوفر جميع خدمات روتينية بس ناخذ يعني الاعتبار كل الاحتياطات اللي مثلا التعقيم اللي هو الفاميجيشن بين المرضى، ونفس الشيء عندنا في كل عيادة عندنا جهاز اكسترا اورال سكشن، هو الجهاز طبعا انتم تعرفون طبيعة عمل الأسنان او خدمة الأسنان دائما نحصل وايد رذاذ في الجو، فهل الجهاز موجود في كل عيادة علشان يمتص الرذاذ او الايروسول عشان لصحة بس نضمن صحة المتعامل وفي نفس الوقت سلامة الكادر الطبي وللحد من إمكانية انتشار الوباء. نعم دكتورة، ممكن تقولي لنا شو هي أغلب المشكلات الصحية اللي تصل إلى عيادات طب الأسنان عندكم؟ أغلب المشكلات الأسنان اللي تصل للعيادات هي مشاكل المصاحبة للتسوس الأسنان والأمراض اللثة، فعشان كده دوم نحن ننصح المرضى والمراجعين أن الاهتمام بالمشاكل لحظيا يعني نفس الوقت عشان ما تتوقع فعلاج التسوس عموما. لما تسوس بدايات سهل ان واحد يتعامل وياه ويعالجه، بس لو تركناه بدون علاج يتحول العصب، وعقب ما يتحول العصب يحتاج تلبيس لنحافظ على الضرس، واذا اهملناه زياده فهني يتحول لخلع الضرس ويحتاج الزراعه. فمعظم المشاكل الاسنان اللي نحن نشوفها في العياده اول شيء الاسنان التسوس، ثاني شيء في بالذات في الاطفال نشوف حالات التراوما اللي هالحالات الكسر في الضرسها، وحالات الثالثة اللي هي أكثر شيء نحن هاي ما نشوف العيادات الأسنان، بس أكثر شيء في مستشفى راشد للأطباء اللي موجودين في جراحة الفك وجراحة الوجه والفك اللي هي حالات الحوادث كسر الفك وهلا، بس معظم المشكلات الأسنان الواجهة هي التسوس. نعم دكتورة، بس لو تعرفين المستمعين لرحلة المتعامل إذا حاب أنه ياخذ موعد لعيادة طب الأسنان في أحد المراكز التخصصية، شو أول يعني أول خطوة يسويها عشان ياخذ الموعد؟ هي أول تمبلي يعني تصل حق الكول سنتر اللي هو 800-342 تمام. نعم. وبعدين يختار الخدمات طب الأسنان، فهناك الشخص اللي موجود في كول سنتر يستلم المكالمة، وبعدين على حسب النيد إذا المريض يحتاج موعد مع موعد يعني ما عنده ألم أو بس موعد عادي مع ممارس عام أسنان يحوله للتليفون إنكاونتر اللي هو استشارة عن طريق التليفون، فهني على طول دكتور ممارس عام يتواصل وياه يشوف شو الحالة، هل حالة إيرجنت أو لا، وعلى حسب الاحتياج اللي يعطي إن النصائح هو يحضر مثلا إذا حالة طارئة بدون موعد العيادة، أو إذا يحتاج موعد يعطي الموعد. أما بالنسبة للعيادات التخصصية نفس الشيء، إذا المريض مثلا المريض إذا حصل موعد مع ممارس عام راح عنده، على حسب احتياجات الممارس عام يقرر إن أي تخصص لازم هو يواجهه. صحيح دكتورة فاطمة، طبعا يعني طب الأسنان من يعني الخدمات الطبية اللي دائما في تطور ودائما في يعني تحديث، فحابين الحقيقة يعني نسمع منك عن التقنيات الحديثة والوسائل العلاجية اللي تم توفيرها في يعني من خدمات أو إدارة طب الأسنان لفئة الأطفال بشكل خاص دكتورة. طبعا ومثل ما ذكرت قبل الأطفال نحن نشوفهم في هالمركزين، هالمركزين خصصناهم يعني حق الأطفال من ناحية الخدمات. طبعا الأطفال اللي يجونا هو طبعا تعرفون كلكم الأطفال دائما عندهم هالخوف من طب الأسنان أو عيادات الأسنان، دائما أول line of treatment يعني أول خطة التعامل مع الطفل وايد مهم، دائما التعامل
أعتقد هذا the first line، يعني أول شيء هو طريقة التعامل مع الطفل، كيف نتعامل وياه، كيف عشان نحببه في العيادة، نحببه في الشغل، وهذا number one. number two طبعا نحن كل الطرق نحاول أن نعالج الطفل على كرسي الأسنان، بس إذا ما نفع وشفنا بعده يعني على نوع العلاج اللي يحتاجه، كمية الشغل اللي يحتاجه، نحن عندنا خدمة العلاج بالنيتروسبتايد اللي هو غاز الضاحك. This is number one، إن المركز يقدم لهم للأطفال اللي ما عقب 6 سنوات، يعني أعمارهم إنه ما فوق 6 سنوات. وعندنا بعد خدمة علاج أسنان أو تحت تخدير عام، يعني هذا هالخدمة نوفرها في مستشفى دبي حاليا كل أسبوع، إن هالأطفال طبعا نسوي لهم علاج كامل تحت تخدير عام، يعني هالخدمتين متوفرة في قسم طب أسنان الأطفال. طبعا دكتور انت تعرفين بس الاطفال، يعني حتى مرات يعني تحصلين واحد يعني كبير في العمر بعد عنده فوبيا وعنده خوف من عيادة الاسنان. دكتورة في اخر يمكن 3 دقائق لو تعطينا توصيات يعني للمحافظة على اسنان قوية. هي طبعا صراحة يعني اوصي اخواني خواتي، اول شيء الخواتي بالنسبة للامهات، بالنسبة للأطفال وايد 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 مهم، يعني نحن يمكن أكثر تشالنج اللي هم الأطفال، إن لازم يعرفون إن أول زيارة الطفل للطبيب الأسنان ما لازم يعدي عقب يعني سنة، يعني مجرد ما يصير عمره سنة سواء عنده تسوس أو ما عنده تسوس، هالزيارة وايد 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 مهمة عشان نتجنب المشاكل. أما بالنسبة للكبار أو طبعاً صغار كبار، أهمية التنظيف، يعني الاهتمام المنزلي أو التنظيف الأسنان، الدايت أو الأكل الصحي، هذا وايد 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 له دور إن نقلل التسوس. وزيارات دورية، يعني كل 6 شهور زيارة الشخص لازم يزور طبيب الأسنان، وسبيشلي الأطفال يعني أنصحهم. نعم دكتورة فاطمة درويش علي العمادي، أخصائي أول طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي، شكرا دكتورة لك، وشكرا الحقيقة على خدماتكم المميزة واللي دائما يعني تسعدون المتعاملين في تقديمكم لهاي الخدمات الخاصة بطب الأسنان. كل الشكر والتقدير دكتورة فاطمة. جزاكم الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا. اختئامنا عيال بعد خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، مثل ما سمعنا من الدكتورة بأن هذا النوع من الخدمات دائما ما شاء الله يعني في تطور وفي تحسن، ودائما يعني وجود أنظمة حديثة وتقنيات حديثة لتسهيل وسعادة يعني المتعاملين الخاصة في خدمات طب الأسنان. بناخذ فاصل اختئامنا، وبعد الفاصل بتعطينا أو بتقرين فقرة المصطلح الطبي لهذا اليوم تحت عنوان طيف التوحد. فبناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، ودائما نقول خلكم مع الصحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعينا بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبناخذ اختئامنا اليوم، مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان طيف التوحد. نعم أخوي عبد الله، طيف التوحد هو حالة ترتبط بنمو الدماغ وتأثر على كيفية تمييز الشخص الآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك. ويشير مصطلح الطيف في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة. وطبعا يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي،
على الصعيد الاجتماعي وفي المدرسة والعمل. وعلى سبيل المثال غالبا ما تظهر أعراض التوحد على الأطفال في غضون السنة الأولى، ويحدث النمو بصورة طبيعية على ما يبدو بالنسبة لعدد قليل من الأطفال في السنة الأولى، ثم يمرون بفترة من الارتداد بين الشهرين 18 و24 من العمر عندما تظهر عليهم أعراض التوحد. نعم، ومن أمراض أو من طيف التوحد مستمعين الأعزاء إلى فقرة التغذية اليوم تحت عنوان أطعمة تحميك من برد الشتاء. طبعا أخوي عبد الله، موضوعنا اليوم خاص في الشتاء. نعم. وخاص في الأكلات اللي نحن ناكلها في الشتاء. وطبعا الإنسان في الشتاء مو بس لازم يحافظ على صحته الجسدية وأنه يدفي عمره، لا، بعد لازم يأكل أطعمة تساعده في الشتاء. واليوم معانا طبعا الدكتورة الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا حبيبي، صباح النور. اهلا فيك. صراحه انا اليوم اكثر وحده محتاجه منك اني اسمع شو هي الاطعمه اللي تقينا من الانفلونزا الموسميه او تحمينا من برد الشتاء. طبعا هو تعرفين انت يوم يدخل الشتاء عندنا تنتشر امراض، وهم اغلب الامراض ابرزها تقريبا الانفلونزا او نزلات البرد، وهاي تفعل الكثير من الناس مثل ما تفضلت انه يبحث عن اطعمه تساعده في مكافحه هاي الامراض. نعم. ومنها بعد يعني الطاقة والدفء في هاي الفترة. وفي أغلب الناس مثلا ممكن أول شيء يفضل أن تناولهم أطعمة مغذية وبعد نظيفة، لأن لا ننسى أن أغلب مصادر الأطعمة يفضل انتقائها من مصادر نظيفة، وأقصد فيها الأماكن اللي يستجلبون منها الأكل، أما المغذية اللي هي تحتوي على أطعمة تزودنا بكفايتنا من الفيتامينات والكربوهيدرات والدهون، واللي تحافظ بعد على نشاط الجسم وتقلل من قابلية الإصابة للأمراض، واللي تسرع أيضا من الشفاء في خلال فترة الأمراض في حال إصابة الإنسان لهذا المرض. وأنا أحاول هنا أقولكم أن في بعض الخطوات ممكن أنا أسويها اللي هي انتقائي للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، واللي أنا بذكركم إياها، واللي هي تكون محتوية على البروتينات والألياف، واللي تكون غنية بفيتامين باء وسي ودال وألف أيضا، ونبتعد عن الأطعمة اللي فيها نسبة عالية من الدهون مثل المقالي، السمن، الزبدة أو الكريمة، أو الأطعمة اللي هي تحتوي على السكريات. بس أعرض لكم مثلا بعض الأطعمة المفيدة ولتعزز جهاز المناعي اللي أقصد فيها ترفع من مستوى الجهاز المناعي وتقويه وتحارب الأمراض هاي، مثل العسل. وأنا أعرف ذكرت العسل لأن فيه مادة غنية جدا في مضادات الأكسدة، وترفع من وتعزز من جهاز المناعي وترفع من قوته، أيضا تمدنا دائما بالطاقة خلال فترة اللي هو الشتاء. أيضا عندنا الكركم اللي يحتوي على مضاد حيوي طبيعي للبكتيريا، واللي يساعدنا أيضا للحماية من الأمراض المعدية موسم الشتاء، وخاصة الأمراض اللي تصاحبها الكحة والتهاب الحلق. البيض ممكن احنا نستخدم البيض في هالفترة لانه غني بالبروتين، وهذا دائما احنا ننصح فيه لانه يساعد على رفع حرارة الجسم الداخلية ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالأنشطة او الواجبات اليومية اللي انا اسويها. عندنا ايضا بعد الجزر مثل ما ذكرنا يحتوي على فيتامين الف، انا ابغي اطعمة تكون فيها فيتامين الف لنساعد على مكافحة الامراض، وايضا تساعد على مثلا اعطائنا مصدر قوي للدفء ومحتوي ايضا على مضادات اكسده. اما من الخضروات، انا اغلب الخضروات تحتوي على مضادات اكسده وتساعد على حمايه الامراض، وبالاخص فيها الياف عاليه خاصه الخضروات لانها تساعد على تحسين الجهاز الهضمي اللي تسبب تلبكات معويه خلال فتره الشتاء بسبب اختلاف الاطعمه وتغير في الاطعمه. نعم. عندنا بعد من الحمضيات، أي نوع من الحمضيات، وأنا أذكر منها البرتقال، الجوافة، المانجو، الليمون، في فيتامين سي يساعد على الوقاية من أمراض الرشح والإنفلونزا وتقصير حتى مدة المرض وشدته خلال فترة المرض. أما الأطعمة المخمرة، وأنا أقصد فيها مثل الروب، اللبن الزبادي أو اللبن الرائب، لأن في مادة تسمى مادة بروبايوتيك، هاي المادة تحتوي على بكتيريا تساعد على الحماية من الأمراض وتقوي الجهاز المناعي وتحفز حتى خلايا الدم البيضاء اللي هي تقاوم المرض بشكل عام.
نعم، يعني طبعا استاذه فاطمه نقدر نقول يعني مختصر لكلامك انه علينا ان نكثر من تناول العسل والكركم والبيض والجزر، وطبعا مثل ما ذكرتي البرتقال والجوافه والليمون نحاول ان نخليهم دائما في نظامنا الغذائي في فتره الشتاء عشان نحمي انفسنا ونقي نفسنا من الامراض اللي تلازمنا في فتره الشتاء. طبعا استاذه فاطمه شكرا لك على هاي المعلومات القيمه، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا في برنامج صحه وسعاده. حياكم الله، مع السلامه. شكرا لك. نعم اختي آمنة، من فقره التغذيه مع اطعمه تحمي من برد الشتاء، بنتكلم اليوم فقرتنا الاخيره عن داء السكري اختي آمنة عند الاطفال. مستمعينا الأعزاء، داء السكري من الأمراض المزمنة التي تصيب الناس على اختلاف أعمارها، لكنها تختلف طبعا، وهي النوع الثاني منها والذي يصيب البالغين، والنوع الأول اللي يصيب الأطفال، وهذا النوع الأخير هو موضوعنا لهذا اليوم. ويسعدنا أن تكون ويانا اليوم الدكتورة منال مصطفى، استشاري غدد والسكري الأطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتورة منال صباح الخير. ألو. مرحبا دكتورة منال، صباح الخير. مرحبتين، هلا فيك، صباح النور. الله يحييك. هلا فيك. مرحبا دكتورة. طبعا داء السكري دكتورة من الأمراض المزمنة واللي معروف أنه يصيب يعني أعمار تختلف سواء الكبار أو الأطفال. واليوم موضوعنا دكتورة وبالأخص داء السكري لدى الأطفال، ولكن في البداية حابين تعرفينا بشكل عام داء السكري وأنواعه. تمام، شكرا جزيلا لاستضافتكم لي في الإذاعة، على أساس أتكلم على موضوع جدا مهم بالنسبة لنا كأطباء غدد صم وسكر عند الأطفال، وبالنسبة للأهل اللي ينبغي جد توعيتهم بالنسبة لمرض شائع ومنتشر حاليا وهو في تزايد. مرض السكري النوع الأول. طبعا مرض السكري أنواع متعددة تصيب الكبار والصغار. النوع الأكثر شيوعا عند الأطفال هو سكري النوع الأول، يحدث بنسبة تقريبا 90% من إصابات السكر عند الأطفال. النوع الأقل شيوعا هو النوع الثاني اللي متعارف عليه أنه هو يصيب الكبار وبالأخص الناس اللي عندهم سمنة، لكن حاليا أصبحنا نرى حالات السكري النوع الثاني بكثرة عند الأطفال بسبب انتشار مشكلة السمنة عندهم. صحيح. نرى حاليا عند الأطفال النوعين، لكن الأكثر شيوعا والمعروف اللي هو سكر النوع الأول، وهو موضوع حديثنا اليوم. ما نتطرق لموضوع السكر النوع الثاني لأنه ينبغي إفراد حلقة كاملة بالنسبة له أو مقابلة أخرى بالنسبة له. بالنسبة لسكر النوع الأول عند الأطفال، مثل ما تفضلت هو شائع بنسبة 90%، ما له سبب واضح أو معروف. أغلب الدراسات اللي انعملت إلى يومنا الحاضر لم تجد سبب مباشر خلف إصابة هذا الطفل بمرض السكر النوع الأول، لكنه هو مرض مناعي ذاتي، بمعنى لسبب ما لحد الآن مش واضح بالدراسات اللي أجريت على هذا المرض، فحدث خلل في الجهاز المناعي أدى إلى أن الجسم أنتج أجسام مناعية، هذه الأجسام المناعية هاجمت غدة البنكرياس وأدت إلى عجزها عن إفراز هرمون الإنسولين. غدة البنكرياس هي غدة مهمة جدا موجودة في البطن بجوار المعدة، لها عدة وظائف، أحد أهم وظائفها هو إفراز هرمون الإنسولين المسؤول عن ضبط سكر الدم، بمعنى أنه يأخذ السكر من الدم ويخزنه في الخلايا للاستخدام لإنتاج الطاقة والتغذية. عندما يحدث خلل مناعي في الجسم ومهاجم لغدة البنكرياس، تعجز البنكرياس عن إفراز هرمون الإنسولين، يتراكم السكر اللي نأخذه عن طريق الغذاء بكميات كبيرة بمستويات عالية في الدم، ولا يدخل إلى الخلايا ولا يدخل إلى الكبد ليتم تخزينه. فهنا تبدأ تظهر أعراض الإصابة بالسكري بسبب ارتفاع سكر الدم. يبدأ نتكلم عن الأعراض لاحقا، لكن لماذا حدث السكر عند هذا الطفل دونا عن غيره؟ لأن منواجه هذا السؤال كثيرا من الأهل اللي أطفالهم أصيبوا، هل هو مرض وراثي؟ ليس مرض وراثي، هذا ما أحب أكد عليه اليوم في المقابلة، مو مرض وراثي، ما في أي سبب دايركت له من الغذاء أو من نمط الحياة بعكس سكر النوع الثاني. صحيح. ما في داعي أن الأهل يلوموا نفسهم يقولوا إحنا أكيد سوينا شيء غلط علشان هذا حصل السكر عند ابننا، أبدا لا، مرض مناعي
خلل في إفراز الإنسولين لسبب ما لحد الآن غير واضح. صحيح. يحدث أيضاً في عوائل معينة نعم. أكثر من غيره. تفضل. صح دكتورة أيضاً يعني لأن هناك كثير من الأهل أو الأم أو يعني الأقارب بالأخص يعني الأم فعلاً يعني مثل ما تحدثتي بأن تسأل يعني ليش اشمعنا الطفل، قد يكون يعني في الأسرة في أكثر من شخص ولكن فقط طفل واحد يصاب بهذا المرض، فمثل ما تفضلتي دكتورة أنه يعني ما له علاقة لا بالنمط الحياة ولا على التغذية ولا على الأسباب الوراثية مثل السكر النوع الثاني. تمام، بس حابة أضيف إذا سمحت لي أخي الكريم على أن في استعداد عائلي، بمعنى في عوائل معينة تحصل عندهم الأمراض المناعية بكثرة أكثر عن غيرهم، سواء أمراض المناعة اللي نسمع عنها الذئبة الحمامية، أمراض الغدة الدرقية، ومنها صحيح. كمان سكر النوع الأول. فإذا في عوائل عندهم فرد مصاب بالسكر، خاصة إذا الأب مصاب بسكر النوع الأول، أتحدث مو سكر النوع الثاني، نعم. أو الأم أو أحد الأطفال مصاب بسكر النوع الأول، معناها قابلية الأطفال الآخرين للإصابة فيه أعلى عن غيرهم. صح. لكن مو شرط أبدا إنها تصيب. نعم. فهو استعداد وراثي ولكن ليس سبب وراثي دايركت، يعني ينتقل من جيل إلى جيل. نعم. صحيح. دكتورة مثل ما قلتي على الأهل إنهم هم ما يلومون نفسهم، يعني إحنا نشوف أمهات يلومون نفسهم على إصابة أطفالهم بالسكري، بس أنت اليوم قلتي لنا معلومة جدا مهمة إنه ممكن يكون هذا عامل يعني مو بعامل حتى وراثي، إنه ممكن إن الطفل يصاب بالسكري، بس ممكن تقولي لنا إذا نحن كأمهات حابين نحمي أطفالنا من الإصابة بهذا الداء شو ممكن نسوي؟ تمام، ما في شيء معين دايركت يحدث إنه للوقاية منه، على عكس سكر النوع الثاني. سكر النوع الثاني عند الأطفال ممكن الوقاية منه باتباع نظام غذاء صحي، نظام حياة صحية، ممارسة الرياضة، منع السمنة عند الأطفال، بهذه الطريقة نمنع حدوث سكر النوع الثاني. للأسف سكر النوع الأول ما في لحد الآن طريقة واضحة أو مباشرة لمنع حدوثه، إذا بيصير بيصير، لكن الأهم أن نزيد وعي الأهل أنه إذا لاحظوا أعراض معينة عند الطفل، الكشف المبكر عن سكر النوع الأول، ما بتخيلي أختي الكريمة وأخي الكريم كم لهم أهمية، لأنه يجون أحيانا أطفال في آخر مراحل الأعراض بأهم خطر عرض خطير اللي هو الحماض الكيتوني السكري، بسبب تجاهلهم للأعراض اللي تخبر بأن الطفل هذا مصاب بالسكر، بليز خذوه على المستشفى وشيكوا السكر. للأسف الأهل ظنوا أن الأعراض هذه سببها سبب آخر وتجاهلوها، فوصل الطفل لمرحلة الحماض الكيتوني السكري ودخل إلى العناية المشددة عنا في المستشفى. فأهم شيء هي ما في وقاية معينة، وإنما تفكير ووعي بأهمية هذا المرض والكشف المبكر. وأهم عرض أنا أحب أذكره إذا يسمح لي الوقت، اللي هو العطش الشديد والتبول المتزايد عند الطفل اللي بدون سبب. تلاحظ الأم أن طفلها بدأ يتردد على الحمام بشكل متكرر ويشرب بشكل زايد عن اللزوم ودائما عطشان، والشيء الآخر أنه يفقد الوزن بشكل غير مفسر. الطفل عم بيعمل الحياة العادية، النشاط البدني العادي، ورغم هيك الوزن ينقص بشكل زايد، عطشان، تعبان، يتبول زيادة، هذه كلها. أو أحيانا حدث عند التبول الليلي، يعني الطفل دائما كان أوكي ونظيف بالليل وما يبلل فراشه، فجأة على عمر 6-7 سنوات بدأ الطفل لأول مرة يتبلل عند الفراش في الليل. كل هذه أعراض تقول إن السكر ارتفع. للأهل ضروري يأخذ الطفل لأقرب طبيب سواء في عيادة أو مستشفى ويطلبوا من الطبيب الكشف عن فحص السكر الدم وعن سكر الهيموغلوبين السكري التراكمي، لأن هذا اللي بيشخص، والتشخيص المبكر أهم وسيلة للوقاية، لأنها بتساعدنا نبدأ العلاج أبكر قبل ما تصير أهم خطر اللي هو الحماض الكيتوني السكري اللي ممكن يهدد حياة الطفل وينتهي فيه في العناية المشددة أو لا قدر الله الوفاة. صحيح دكتورة منال، أيضا يعني في كثير من الحالات يعني حتى الأم اللي هي تكون أقرب يعني الشخص للطفل ما تقدر تكشف إن إذا كانت هاي الأعراض أعراض السكري ويعني أو قد يكون يعني مرض آخر إلا بعد ما تأخذ إلى المستشفى ويتفاجئون دكتورة، وأنتي تعرفين هذا الشيء، إن يعني مستويات السكر مرتفعة يمكن توصل 200 أو 300 أو 400 بشكل مفاجئ دون أي سبب. هو أنا يعني الفكرة صح، ممكن ما أغلب الأهالي اللي إحنا بنشوفهم عنا في المستشفى ما جاء في بالهم أبدا صحيح. إن هذه الأعراض تمشي مع السكر، وما ممكن يقولوا إنه والله سببها آخر، إحنا في الصيف الطفل عطشان، الطفل جالس يشرب زيادة عادة إنه يروح الحمام بشكل متكرر أكثر، جالس يعمل رياضة ممكن هذا سبب خسارة الوزن. لكن يكون دائما أنا اللي أحب أوعي الأهل إلى إن هذه الأعراض مبالغ فيها، مو شرب عادي ولا
تبول عادي أو طبيعي. صحيح. كله زايد عن اللزوم، تبول زايد عن اللزوم، تبول في الليل المفروض ما يصير، عطش دائما الطفل يشربه بكميات كبيرة، وفقدان الوزن علامة جدا مهمة. ما تشوف إلا الطفل بدأ توسع عليه ملابسه ويفقد الوزن وتعبان أغلب الوقت، تعبان ما عاد في نشاطه السابق. بس يعني نرجو أن الأهل يكونوا واعيين لهذا وما تنتظر، يعني ما تقول بكرة بيصير أحسن، بعدها بيصير أحسن، ممكن عنده زكام هذا هو السبب. لا، فورا لاحظت هذه الأعراض تأخذ على الطبيب وتشيك السكر وتطمن، هذا أحسن شيء هي تسويه. نعم، وطبعا دكتورة نحن دورنا نوعي الأفراد، نوعي أفراد المجتمع بهذه الأعراض، أن ممكن الأمهات حتى يكتشفون هذه الأشياء يعني بسرعة. يعني أنا دكتورة اليوم يعني أول مرة أعرف أن هذه الأعراض اللي ممكن أن تكون أعراض لداء السكري لدى الأطفال، فالاستفادة من كلامك جدا كبيرة، ممكن أنا بدوري أنقلها للأهل وبدور الأهل ينقلوهم لأشخاص آخرين، لأن كثرة إصابة الأطفال هذه الفترة بداء السكري. فممكن دكتورة تقدمين يعني نصيحة للوالدين في حال أن اكتشفوا ظهور عرض من أعراض السكري، قلتي لنا يأخذون أطفالهم دايركت على المستشفى، فكيف ممكن بعد ما أخذوه على المستشفى واكتشفوا لا سمح الله أن هذا الطفل مصاب بالسكري، كيف على الأهل أنهم يتقبلون هذا الموضوع، وكيف ممكن يعني تتعامل الأسرة مع طفلها المصاب بداء السكري؟ شكرا جزيلا لسؤالك، سؤالك جدا مهم، وطرحت مشكلة كبيرة احنا نواجهها احنا والأهل، لأن الأهل تقبل هذا الموضوع صعب جدا عليهم. أول ما يدخلوا على المستشفى ونخبرهم في قسم الطوارئ أو عندنا في القسم بس يتنوم داخل المستشفى، لأن الطفل يتشخص في السكر لازم يتنوم في المستشفى، لأنه بتبدأ معاه رحلة العلاج ورحلة التعليم. هذه صدمة كبيرة على الأهل، وعلى الأغلب ما بيتقبلوها، بيكون السؤال اللي على لسانهم احنا شو الشيء الغلط اللي سويناه، إيش ليش طفلنا دونا عن الأطفال الآخرين، كيف ممكن كنا سوينا علشان هذا ما صار. نحاول أن نهديهم، نطمنهم، نخبرهم أن السكر صحيح هو مرض مزمن ويستمر مع الطفل مدى الحياة، لكن المرض يعالج، ومع العلاج يكون في ضبط جيد للمرض، ما بتحدث الاختلاطات أو المضاعفات اللي يتكلموا عنها أغلب الناس اللي إحنا نعرفها، لأن هذا يكون قلق كبير في رأس في فكر الأهل، إن أنا طفلي بيتعرض لمشاكل الشبكية، مشاكل الأعصاب، مشاكل في الكلى، كيف بيعيش، كيف بيروح المدرسة. هذه تساؤلات تكون كلها موجودة من الساعة الأولى للتشخيص. نهديهم، نطمنهم، ندخلهم على القسم وتبدأ رحلة التعليم. ودائما علاج السكر هو العلاج على شكل فريق طبي كامل، وليس إحنا فقط كأطباء، إحنا كفريق طبي نتعامل مع الأهل ونساعدهم لنساعد الطفل. نتكون الفريق الطبي من إحنا أطباء الغدد والسكر، من طبيب التغذية أو أخصائي التغذية اللي بيقدر بكيف نضبط غذاء الطفل، والمثقفة الصحية لمرض السكر اللي هي بتعلمهم كيف يعطوا إبر الإنسولين، أنواع الإنسولين، وكيف يتعاملوا مع هذا الطفل لاحقا. أهم شيء أحب أن أطمن الأهل أن هذا المرض صحيح أنه مرض مزمن لكنه معالج، والعلاج متوفر الحمد لله وبنعمة، وينعطى على شكل حقن تحت الجلد. تطور حاليا علاج السكر بشكل كبير، كنا زمان ولا زلنا نعطيه عن طريق الحقن، أشكال الحقن تطورت أصبحت على شكل أقلام، في مضخات الإنسولين، وكل يوم عن يوم عم بتظهر أنواع جديدة من المضخات بمميزات ما كانت موجودة بالمضخات السابقة. في أجهزة تنعطى فيها الإبر بحيث أن الطفل اللي يخاف من الحقنة ممكن نتفادى الخوف هذا من نعطيه الحقنة بطريقة هو ما يلاحظها، عن طريق أجهزة اسمها الآيبور. أجهزة مراقبة السكر ما عادت عن طريق شكة الإصبع فقط، أصبحت في أجهزة تنخط على شكل باتشز أو أقراص على السطح الجلد من الخارج، الطفل ما يحس فيها، الراقب فيها السكر من غير ما نحتاج أن نوخذ بالإبر لتقياس سكر الدم. فنطمنهم أن العلاج يتطور كل يوم عن يوم، في أشياء جديدة لازم يتقبلوا الوضع الجديد ويبدأوا يتعايشوا معه، لأنه هو مرض يمكن التعايش معه. الطفل اللي أحب أطمنهم فيه أنه بيعيش إن شاء الله حياة طبيعية، ما في حرمان، هذه الرسالة اللي أوجهها من على منبر الإذاعة، ودائما أنا أخبرها للأهل اللي أشوفهم، ما في حرمان من الطعام، وإنما حساب لكمية الكربوهيدرات اللي بيتناولها الطفل أو النشويات، وتضبيطها مع كمية الإنسولين اللي بياخدها. يأكل كل الأكل الصحي بكميات محسوبة فقط للكربوهيدرات، يأخذ حقن الإنسولين بأوقاتها،
يعرفوا كيف يتعاملوا مع هبوط وارتفاع السكر، نبعث رسائل إلى المدرسة، والأغلب المدارس حاليا واعية لأطفال السكر لأنهم موجودين وبكثرة حوالينا، فالنيرس اللي في المدرسة تعرف تتعامل معهم، ومع المتابعة الطبية معانا والعلاج إن شاء الله تكون أمور الأطفال هذه طيبة ودائما سكرهم مضبوط ويعيشوا حياة طبيعية إن شاء الله. نعم دكتورة، مثل ما قلتي طبعا التوعية ثم التوعية ثم التوعية، يعني إحنا لازم نوعي الأسرة، نوعي المعلمين في المدارس وأفراد المجتمع أن هذا المرض ممكن التعايش معه، وطبعا نتمنى أن الله يحفظ جميع الأطفال من هذه الأمراض. وشكرا طبعا لك دكتورة منال مصطفى استشاري غدة صماء وسكري الأطفال بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم وهذه الرسائل اللي طمنتي فيها الأهل اللي لديهم أطفال مصابين بداء السكري. دكتورة إذا حابة تقولين كلمة أخيرة في دقيقة للأسرة اللي لديها طفل مصاب بداء السكري. أحب أوجه رسالة تطمين للأهل اللي عندهم طفل مصاب بالسكر، لا هو الطفل الأول ولا هو الطفل الأخير، مئات الأطفال أو ألوف الأطفال عندهم داء السكر يعيشوا حياة طبيعية وما يماجه أي مشاكل، والمضاعفات اللي دائما تسمعوها كأهل من ناحية الشبكية والكلى والهذا إن شاء الله ما تصير طالما السكر مضبوط وفي متابعة جيدة للطفل ومن خلال الأهل وعن طريقنا إحنا كفريق طبي معالج. وأهم شيء الوقاية من سكر النوع الثاني، رسالة ثانية اللي حابة أوجهها من هالمنبر، سكر النوع الثاني في تزايد وفي انتشار بين الأطفال، لازم نحد من موضوع السمنة، نمط الحياة الصحي، الغذاء الصحي، ممارسة الأنشطة البدنية، تقليل ساعات وجود الطفل أمام التلفاز والآيباد ضرورة جدا مهمة لمنع حدوث المرض سكر النوع الثاني اللي هو لا يقل خطورة عن السكر النوع الثاني. نعم شكرا لك دكتورة منال استشاري غدة صماء وسكري الأطفال في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. اختيامنا وصلنا إلى نهاية فقرتنا هذا اليوم، كان يعني موضوعنا مع الدكتورة منال موضوع شيق عن سكري الأطفال. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي ومخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وكل الشكر والتقدير لأختي آمنة، وتقبلوا تحياتي أنا عبدالله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.